مشان يعني هو تو بحالي بحال. بلان تروا ما فهمتش انا. بلان تروا واحد كي ناري ناري مشاكل ناري. هما بزاف تلحويش بزاف بزاف على خاص نادم لا بزاف راه ما كيتنساوش. هي لا بغيت تهضر فيهم راه خاصك معاك خاصك معاه ولينا باش تبقى تعاود تقول اش تروا اش تروا اش تروا. واش نقولك واحد الحاجه بس تعرفيها بان باك يمكن لك دابا يمكن لك بانك تتابعي على ديك الحرقه اللي حرقك، ولكن اش غادي ديري كيبقى باك؟ واش فهمتي؟ فهمت. دابا انا نقول لك واحد الحاجه والله العظيم انا ما كنفكرش فيها. حيت شوف كيسولوك في لي كومونتير قالوا لك علاش انت كنتي قابله بان صاحبو ينعس معاك ومعاه. حيت شخصي اخوتي ما عندي من ديا انا نعس معاه نهار الليل زعما هذوك مره ما عرفتش، ولكن من بعد صافي ما بقيتش بغيت كنقول لي انا ما باغاش، ولكن ملي كتقول لي ما باغاش هادشي هذا هو السبب اللي كنت كنمشي عليه انا لدارنا. ملي كنمشي لدارنا خوتي راه ماشي عندنا واحد الدار ديال تمشي تاكل وتشقاي وتنعسي، لا المعيون علاش كون كنتي مرا كون شديتي دارك وكان فيك نفع كون بقيتي معاه. واش فهمتيني؟ يعني دارنا ما باغينيش نرجع عنده. عمرو هو جا حذرني، انا كنقول لكم هو عمرو جا دارنا حذرني، دارنا اللي كيهزوني وديونيني. واحد النهار سكر في عيد ميلود ثاني المحمديه شبع فيه كاع صح صارنا فيه صدق قولي فين كتفي، ومشيت لدارنا وسكران ورجعت عيطت لبابا جداني ومني صحا غداوني عنده. كنقول لهم انا ما باغاش وحبسني. دابا حتى والديها دابا هي دابا هي علاش قابله على هادشي؟ دابا كيسولك يوك علاش انت هي قابله على هادشي؟ دابا هي حتى والديها ما مساعديناش، هو داك يقول سير لدارك. فاش كتقول لهم كتقول فاش كتقول فاش كتعاود لهم كيقول انت هي كتكذبي بس زعما تهربي منه، فهمتي؟ انا من الدريات اخويا هشام اللي كنت كنمشي في داره وكنت كناكل العصا من عند والديا. دابا لا 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 هربت منه تمشي يضربوها والديها. فهمتي؟ انا في داري يعني مع عنده هو في داره، وكانت ماما وبابا كيجيو خلي باركويا في داره. اه قالت دابا با دابا قالت با وما كيجيو عنده هو الدار ديال راجلها فين عايشه هي وكيضربوها عنده. كيقول لهم هذه ودارت وفعلت كيضربوها عنده. والديها هو كيضربها والديها كيضربوها. انا عاود لكم واحد الحاجه، انتم تقدروا. انا واحد النهار مع مو عارفه بابا اللي حاركني عارفينه هما ما كاتبش عليهم. واحد المره كنت كنهضر مع امي تقول لي عرفتي واحد النهار فلان يوسف زعما بقى نخبيو في السميه. قالت لي يوسف شد مرته ما عرفتنا قرات معاه في الهضره. قالت لي كان سكران شد مقله ديال الزيت وكب عليها لقيت عليها غير البيجامه. وتخيل معايا وحده عندها خويا 16 عام ومدعوره من العافيه وغتقول لها هكا كي غتولي هو ناعس وانا بارك حداه صافي هو يخرج معاها السبعه للخدمه عاد باش انا كنعس. واش فهمتيني اخويا هشام؟ ديما خايفه منه ديما دايره منه اتونسيون ديما خايفه. عيني اصاحبي شي وحدين كيضحكوا اصاحبي دابا هادشي كيضحكك دابا هادشي كيجيبك الضحك ما فهمتش شي وحدين كيضحكوا على هادشي. كيضحكوا خويا هشام. عيني اسكت دابا شي وحدين كيضحكوا دابا كيسكتوا راه كاين كثار من هادشي في الواقع ما فهمتش علاش شي وحدين كيضحكوا زعما انت كضحك ما فهمتش فرحان كضحك هادو اللي كيضحكوا باينه تا هما لوبيات داك الشيء علاش عندهم صحابهم. الله يديم مخلوق فهمتي. انا ملي كنسمع واحد كيناس مع وحده ومرتو في فراش واحد هو كيضحك. واش هادشي كيضحك اصاحبي؟ واحد كيناس مع مراه وراجلها في فراش واحد هادشي يضحكك هادشي اصاحبي؟ عار الله واش هادشي يضحكك اصاحبي؟ حق الله على الحماق هذا والله على الحماق اصاحبي. اخويا هشام الله يهديهم ودابا شنو دابا عاوتاني هربتي من داركم قلتي لي خارجه من داركم؟ انا اكثر من شهر دابا باش خارجه من دارنا خدمت وخارفه المهم خدامه وخارجه. هضرت معايا ماما قالت لي انت رجعي زعما اللي بغيتيها غتكون، ولكن اخويا هشام ما نقدرش نتيق يعني واخا قلت لي اه صافي نهار العيد راني غنجي حيت انا وليت خدامه وكنبيع وشري في نفس الوقت يعني طارقه الكريدي. قلت لها صافي نجمع كريدي نهار العيد غنقول لها غنجي، ولكن خايفه الصراحه خايفه نمشي
ما نتكرفس عاوتاني، لقيت هاد الناس شادين اليوم، الا مشيت ورجعت نقدر ما نلقاهمش وما نلقاش بحالهم، حيتاش انت راك عارف الزنقه اخويا راه واعره. دابا هاد الناس هادو شنو خدامه عندهم في الدار؟ لا خدامه عندهم في واحد المحلابه وجالسه معاهم في الدار وكنبيعوا عشري في نفس الوقت. مزيان الله يسهل عليك هكا، مزيان الله يسهل لك الامور. يعني حيتاش شوف اخويا غنقول لك انا غنمشي حاجه يعني الطريق الخايبه راه ما نقدرش، ومن غير ما نقدرش انا ماشي تاع داكشي يعني، واخا نحفظ على نفسي ونمشي راه كيفاش غنمشي ونعلي بنادم لحنا ونقول لي انت شوف راه ما يمكنش فهمتي شنو بغيت نوصل لك يا هشام، يعني هذاكشي ما غايجيش معايا اصلا. دونك اش درت خدامه بين حلال وكنبيع وشري عاوتاني في نفس جمعت شويه الفلوس ودرت البيع والشراء والحمد لله دابا بخير الحمد لله وصافي. الله يسهل لك الامور، مزيان الله يسهل لك الامور. يا اخويا هشام اسمح لي برزتك وقول لهم الناس يسمحوا لي حتى هما يلا برزتهم، ولا هذا واقع انا اليوم ما طرا لي هكا حيت والديا يعني ما مقربينش ليا وما فهمونيش، كنتمنى من هاد الناس الا كانوا عندهم ولادهم وعندهم بنياتهم يتقربوا ليهم بزاف وبعدهم من يعني ما تقوليش هذه عمتها راه قريبه ليها ولا هذه خالتها حتى راه اقرب نقرا عدونا يقدر يكون حدانا وحنا ما عارفينوش فهمتيني يا هشام، نقدر يعني قربوا من ولادكم بزاف وبنياتكم اللي كانت فيهم مراهقه وما تقربوا لهم وكنتمنى من الله ما يتعذبوش كما تعذبت انا وصاي يا خويا هشام والله يسهل على كل واحد. واش غادي نقول لك اختي دير لك اللي فيها الخير وصافي. امين اخويا قالتك وحده واش طلقتي بعدا اختي؟ طلقت دابا راه مطلقه. دابا مطلقه الحمد لله. ومازال عندك شي عمليه اخرى غديريها؟ مازال اخويا غندير ماشي غير عمليه، غندير عمليات حتى شي ما يمكنش اخويا عمليه يعني هادشي فيا ماشي ديال ماشي باغي تمشي تنفخ حاجه وتخرج الدار كيبقاو قطعوا لك من لحمك بشويه فهمتي كي بشويه بشويه داكشي كيقطعوا لك من بلاصه ويديروا لك في بلاصه ياك هادشي اللي غنولي ندير دابا، اما قبل ما كنتش كندير هكا كانوا كيديروا داك المفخات شنو هذاك اللي كيديروا داك الستير وهكا سيليكون كيديروا لي وكيبداو يعمروا لي فيه كيخليو واحد العايبه خارجه من لحمي المهم كيخيطو لحم وكيخليو واحد العايبه خارجه من خلاوها ليا من فخدي خارجه وكيبدا يعمر فيها كل سيمانه كتكدوك رابعه ديال الصيروم في لحمي يعني ولا فخدي ونفاخه في جنب فخدي فهمتي كيفاش يعني بحال مرة الحامله كتنفخ ليها الكلشي ياك وكا كل عندي في فخدي ومن بعد حيدوها لي وقادوا لي داكشي راه هما اللي قلت لك 14 عمليه 14 عمليه درتي والله الله يجيب لك الشفاء وصافي امين.